السلامة مدام. مرحبا. لاباس؟ الحمد لله. مدام انت اليوم باش تحكي لنا حكايتك. انت طلقت هكا ولا؟ اي. وقتاش طلقت؟ عامله. باش تحكي لنا اسباب الطلاق وشنو هي معناها الوضعيه اللي عشتها بالضبط؟ فقت المخر اللي هو بسيكوبات، وعملت عليه ريشيرش لقيته منحرف نرجسي. بيسك العمر بيناتنا بعيد، والقرايه كيف كيف. قرايه؟ ايه. مش معناها القرايه؟ مش قاري وانا قاري. يعني تقصد هنا المستوى الثقافي؟ مستوى ثقافي بعيد على الاخر على الاخر على الاخر. انت مدام قديش دامت مده الزواج؟ والله هي على الاوراق بخسك 18 عام، على خاطر انا ديما في دارنا ديما في دارنا. هو ils sont fous pas mal. Il n'est pas normal, ils sont fous pas mal. وانا نستنى في الاولاد حتى يكبروا، معناتها ان فوا يكبروا يفهموا الدنيا وقتها ناخذ. وديجا جربت قبل، لقيت كل ما نعمل قضيه باش يدخل الحبس، وانا وعدتهم ما يدخلوش ما يدخل ما ندخلهمش ما ندخلوش الحبس باش ما يتولهم معايره يعايروهم. امك دخلت بوكم للحبس، دونك صبرت هكاكا بويسك في دارنا كاو. يعني اللي عشتوا في داركم اكثر من اللي عشتوا مع ايه برشا. اكتشفت اللي هو منحرف نرجسي؟ خسك عامين ثلاث سنين. ديت كل مرة أقول لي بالك شي أمور مادية، بالك شي يعني بعد عامين عرس. أي أي أيام الحاجات غريبة. و شنو الحاجات اللي عملهم؟ وأنا أصلا ما كنتش نعرف حاجة اسمها منحرف نرجسي، ما كنتش نعرف حاجة اسمها منحرف نرجسي. بشوي بشوي قد نتبع حتى لين عرفت. أما من الأول ما كنتش نعرف، قلت بسيكوبات. قلت شنو التصرفات اللي كان يتصرفهم؟ أي حاجة تنجح فيها ما يخليكش تعمل بروجي يعملك المستحيل أنك تسكره. تخدم خدمة طيارة وشهريتك أقوى منه يقولك يزمك تبطل. تحب تعمل بيرمي علاش؟ أي حاجة بوزيتيف باش تعملها وتقدم بها في حياتك لا. حاجة أخرى مش دوب الفاس، أكثر من دوب الفاس. قدام معاك في وذنك يقول الكلام قدام الناس الكل. ألوغ لا، هو نمبر وان وطيارة ويحبني ويموت عليا وكل شيء. مي سا لو كونتخير. يضرب من غير لا شيء. يكون يحمل حتى في صغيره ما يتلفت كان يقاها تاع كف من غير سبب، مش بغيو نو نو من غير سبب. مادام ما حاولتش انك تحكي معاه؟ لا، يحكي معك ويسمعك وكل ويرجع كيما كي يعطيك اقوى من ينجم ياخذ اوسكار في التمثيل هذاك الكل، فهمت؟ وبعد يرجع للي كان فيه، معناتها فلوسك توفى ولا اي حكايه هكا يرجع كيما كي. يعني ما كنتش مرتاحه مع دي بون، حتى حد ما صدق. لكن من بعد كي قعدوا الاولاد معاه جيو قالوا فريمون بالحق اكتشفنا برشا حاجات ما كناش نعرفوا فيها. وعارف صغارك ما كانوش مصدقينك، كان ما عاشوا معاه وباش عرفوا. ايه كي كان يقول كلام نقول بوكم قال هكا وهكا وهكا، ولا يقول سيبوها متقلقة يأتي فيرسيون أخرى. فيرسيون أخرى ما هيش موجودة، لكن كي قدوا تاتا مع بعضهم جيوا وحكيوا كل شيء واكتشفوا كل شيء. مادام كيف اكتشفت علاش مش من الاول طلقت؟ يعني قبل ما تجيب صغار وقبل ما لا مش قبل ما نجيب صغار اكتشفت. قلت لك ما نعرفش حاجه اسمها منحرف نرجسي.
قلت فما حاجة بيزار، فما بيكش تتصلح بيكش. يعني هو كان أي حاجة تفرحك أنت كان يمنحها. إفكتيفمون، إذا حاجة تقدم فيها لا يجبد لك أي حكاية ويوصل يهدك، نجيك للإدارة ونعمل لك مشكلة ليسونسيال تبطل. الاخر معناها طلقت عندك عام؟ اي طلقت، ما بسيشيكمو معناتها هو قرر انه يتعبك بسيشيكمو حتى تقول ساي سي بون يز هاو نخرج مخي، وحتى في بدني حتى في ضرر المادي معناتها كان ينجم يكون حتى لتوا في الحبس، لكن ماني قلت لك وعدت وليدي وعملت قضية بالتراضي وسلمت في الحقوق الكل المعنوية والمادية اون شوماج. و ولو بيغ انه الصغار بعد ما اكتشفوا قالوا كي انت، انا كي انت عرفت هذا كله علاش قعدت تستنى معناتك، لقى الفرصة معاهم شوية زادوا داروا علي انكور انكور يعني ابخي لو ديفورس انكور. انت تعبتك العلاقة معاك؟ بيان سور، على الاخر على الاخر بسيشيكمون وفيزيكمون. بعد ما طلقته صي معناها ما عادش ما تلقيتش منه تهديدات ولا حاجه؟ مازال هدد وعمل لافاج دو سيرفو لولادو يحارب بيا فيهم وألق انا سلمت كل شيء، وهما ماهوش عنده على فكره، ماهوش عنده على اوراق في المحكمه، الحكم عنده هو الحضانة، لكن هما عندي كي يلقى فرصة باش يحرشهم عليا حرشهم، حتى لين وصلوا ونقموا قالوا لي كيفاش خليت البيريود هذه الكل وانت تعرف مثقفة واكتشفت انه هكاكا وضيعت لنا برشا وقت لروحك ولينا نحن. يعني صغارك توا نقمين عليك، من عليك انت؟ ايه منه هو عاود رجع، ماهوش مشكلته طلقت خاطر انا من اول مره كنت باش نطلق، كنت نقعدش 100 سنه باش نطلق باش نطلق، كي وصلت للي انا حبيته وحاربت وصلت ولدو هربوا عليه وما عادش يحبوا يمشيوا له. يبداو يرجعوا فيه شوي، يرجعوا له شوي، مش يرجعوا له يلحلح باش يمشيوا له شويه. يقعد يتكلم فيهم عليا ودي غير في حرب وما حبيتش تشوفها. انت مادام من تجربتك هذه شنو تعلمت وشنو تنصح؟ اي مرأة من اول جيست ترى رجلها سببا ديريك تتطلق، واكثر حاجة انها ما تجيبش. صحيح انا قعدت عامين ما جبتش، خلنا نشوف حاجات بيزار، مي راهو طلق من الاول اهون برشا انك تضيع الفرص تو يتصلح تو صغيرك ما يترباش. ليه يتربى مطلق ونفسيته متوازنة وفي إطار متوازن مع أمه مع حنانها مع مامات، يعني كيفاش نقولك يلقى سوتيان موغال، يلقى الأمبيونس فاميليال باهية خير من اللي يقعد يستنى في عمره يكبر خاطر أمو تستنى بالك شي يتصلح. لا إذا كان غلط وعمل حاجة غراب راه ما يتصلحش، عطاك كفة
امبوسيبل اذا كان ماهوش باش يقدم. دونك ديسيزيون تتاخذ من اول مره، كاسوا انت عندك بيبي ولا ما عندكش بيبي، يعيش في عيشه متوازنه مع امه خير ما يعيش في بيئه مش متوازنه مختله فيها كل شيء مع كوبل امبوسيبل واحد يوم يتصلح، كاسوا المراه كان المراه كان الغلط من المراه راي ماهيش باش تصلح، وكان الراجل سي دو بيغ اون بيغ امبوسيبل. شكرا.